لكم من جديد مواصلين معاكم حتى الماضي ساعة في الشارع التونسي وين باش نحكيو في أكتو كونسو على موضوع يهم المي. نحكيو على التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات فيما يتعلق بقوارير المي، هل تطبق أو لا؟ رحبوا برئيس منظمة إرشاد المستهلك سي لطفي الرياحي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي لطفي. صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك وتحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق المعامل معك. مشكور جدا على التدخل معنا. ندعوك وندعو السادة المستمعين أن نسمع مع بعضنا الروبورتاج التالي لزميلتنا وعد السلمي. يزداد استهلاك التونسي للمياه المعلبة خلال فصل الصيف، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. وقد حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات هوامش ربح قصوى للمياه المعدنية تكون في حدود 15% على مستوى التوزيع بالجملة وفي حدود 20% على مستوى التوزيع بالتفصيل، يضاف إليها 50 مليما عند البيع المبرد عند الاقتضاء. أسعار يؤكد عدد من المواطنين أنه لم يقع احترامها من قبل الباعة. سعروها ديجا للجي في لاغوماغ قاعها لي ب 900 قاعها بدينار تلقاها كيما يحبوا يبيعوا. تسويهم هي من الضاربك اغلبيتها توا ولاو يزيدوا، تنجم تلقاها 800 وعند الاخر تلقاها 900، تلقاها 950، يعني مش نفس السوق. دبوزه الكبيره 2 لتر دينار و 1 لتر دمي 900، حماص واحد 900 واحد 950، مثلا بوترتين دينار. مالي نشري ستيكه في داري وكل يوم نعبي ببزه صغيره ونجيب اخر من نقط كل يوم 700. في حماص تلقى ما بين 900 والدينار. ما مفقود في برشا بلايص، كل سوا لي جروند سيرفاس ولا في العطار، نص فيترة ما فماش ما تلقاهاش، لا سوا محدد. كان في لي جروند سيرفاس العطار يبيعوا كيما يحبوا، باغ اكزومبل لتر ونص 900 البارح، لا سوا محدد قال لك اخويا ناخذ فيه غالي. وفي المقابل يقدم الباعة بالتفصيل الأسباب وراء زيادة أسعار قوارير المياه. كي تخرج السلعة من المعامل الكمين باش تفرق يخرجوا فاتورات قانونية، معناها كي توقفوا الاقتصادية في الكياس تخرج فاتورات قداش يشرب قداش يبيع عادي. الستيك نتاعو ب 3800 فرنك قداش باش تبيع للكليونت؟ الأسوامات نتاع الفرنسور هما بيدها وإحنا نبيعوا 750 سخونة و 900 باردة، ترى نص وصغير فهمتي 550 سخونة و 600 باردة. 24 تخدم ماكينات باش كي يجيك الكليونت مدلو دبوزة ماء يلقاها سخونة شوية يرجعها عليك. ما موجود كلها قاعدة تعمل في الستوك باش كي وقتها يولي بالحق ما ثماش ماء يلقى هو باش يخدم ويبيع على كيفو هو. الاقتصادية علاش ما تمشيش للمعامل تشوف الأسوام وتشوف السلعة كيفاش تخدم وكيفاش تخدم؟ تجيك للي مربوط ديريكت مع الكليون، يجيو يهبطوا عليه بقداش دبوس الماء تدخله ب 900 فرنك فهمتني كبش فيك. اللي هما قال لك مسعرينها ب 750 سخونة وب 800 باردة، والصغيرة ب 550 سخونة وب 600 باردة. أنت لكن كي يجيك أنت الكميون باش يهبط لك السلعة باش يثقل عليك ترانسبور ويثقل عليك مية حكاية وتي فيا وما يهموش في اللي يبيع بالديتاي ما يهموش. ومع تضاعف الطلب يطرح التساؤل حول مدى توفر الكميات اللازمة. رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح والتفاصيل. الماء متوفر ولا داعي للتخزين ولا للخوف من نقص في المياه. ما ثم حتى إشكال في الوقت الحاضر، في وحدات قاعدة تشتغل ليل النهار باش توفر الكميات اللازمة باش يقع توازن في السوق بين العرض والطلب، أحجام الكل متوفرة وبكميات هذا معناها كافية باستهلاك ديما يكون موازي مع درجات الحرارة في أوت. بالمقارنة مع أوت بتاع عام ناول درجات الحرارة كانت منخفضة، الاستهلاك كان أقل من عام ناول. هذا وتدعو وزارة التجارة كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه للالتزام بالهوامش والأسعار المحددة والتعامل بالمسالك المنظمة واحترام واجب الفوترة وشروطها القانونية والاستظهار بالفواتير عند كل عملية مراقبة، ويعرض كل مخالف للتسعيرات المحددة نفسه لأقصى العقوبات طبقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. خيان في وزارة التجارة مشكورين قادم يقوموا بالمجهود الكافي باش يراقبوا الاحترام تاع المنشور اللي أصدرته الوزارة. ديما كما تعرف في الفترة الأولى ديما معناها الموزعين ما بداوش مستنسين بالتحديد هذا، ولكن بشوية بشوية قاعدة الأمور تمشي في الطريق الصحيح وقادين
الناس تحترم، لان معناها ثم كما تعرف المنشور ينص على مخالفه معناها يقوم بها الموزع والبائع اللي ما احترمش المنشور هذا. غضون الايام والاسابيع القادمه انا متيقن ان المنشور هذا باش يقع احترامه. منظومه المياه المعدنيه في تونس ورغم اقرار تشريعات تنظم القطاع الا ان الاختلاف بين المتدخلين يبقى قائما، وتبقى مسؤوليه المواطن في المراقبه والتبليغ عن التجاوزات حلقه اساسيه لتطبيق القانون. إذن تبقى التبليغ عن التجاوزات الحلقة الأساسية لتجاوز كل ما هو إشكال أو غش. اليوم الوعي متاع المواطن راهو عنده درجة كبيرة في التصدي لكل ما هو عدم احترام للقرارات. نرجع من جديد مع ضيفنا سي لطفي رياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد سي لطفي. مرحبا، شكرا كذا. إذا كنت تسمع في الروبورتاج لزميلتنا وعد السلمي، نذكروا أن وزارة التجارة حدت هوامش ربح قصوى للمياه المعدنية في حدود 15% على مستوى التوزيع بالجملة وفي حدود 20% على مستوى التوزيع بالتفصيل، يضاف إليها 50 مليم عند البيع المبرد عند الاقتضاء على ألا يتجاوز أسعار البيع القصوى للعموم المستويات المذكورة، وخاصة دعات كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى الالتزام بالهوامش والأسعار المحددة والتعامل بالمسالك المنظمة واحترام واجب الفوترة وشروطها القانونية والاستظهار بالفواتير عند كل عملية مراقبة. هذه قاعد صاير على أرض الواقع وإلا ليسي لطفي. ناخذ ونحن نحط الأمور في إطارها. راهي شكر لوزارة التجارة على تحديد هوامش ربح القصوى، وهنا نحن كمنظمة تونسية لإرشاد المستهلك نديو ديما بتحديد أعلى فقط لهامش الربح في جميع المنتوجات. بالتالي قطاع المياه المعدنية اللي حقيقة ماهوش رمي ورود من القطاعات المهيكلة، وهنا شكر للديوان المياه المعدنية اللي كقطاع مهيكل بطريقة معناتها بطريقة كبيرة نلقاو التجاوزات وين؟ عند بيع بالتفصيل، وبالتالي 15% كما ذكرت وين جاي في المقابل، 15% عند بيع الجملة، 20% عند بيع التفصيل، وكأقصى حد 550 كيبدا بارد و500 كيبدا سخون بالنسبة للمياه النصف إيترا، و750 و800 بالنسبة للإيترا ونص، و300 900 950. هناك نحدوا على سقف الهامش ربح، ما عادش نخليو المتداخلين، ما عادش نخليو الناس، خاطر نحن شنو في تونس عندنا في كل موسم استهلاكي كما نشوفوه في المواد المدرسية، نشوفوه في الماء، في كل ذروة نتاع موسم استهلاكي نلقاو متدخلين الناس الكل تحب تخدم الماء خاطر فيه ربح. وبالتالي جات وزارة التجارة وقطعت ما بين على الغلاء هذا وحددت أعلى سقف لهامش الربح. الإشكال وين؟ الإشكال عند بيع بالتفصيل خلف العطارة والحوانت والحماصة وغيرها. هنا الإشكال عندهم هما يزيدوا المياه المتين، لكن ثم ناس اخرين اللي تزيد اكثر وتبيع الدبوز الواحده بنص سيترا تبيعها ب 900 دينار ديما في الموسم الذروه نتاعو، خاصه في المناطق الشاطئيه، وهنا بنحكيو على الكسكروتات ونحكيو على الوتله ونحكيو على اللي مدي الخدمات، الناس الكل اللي توصل الدبوزه 100 ب 4000. هنا يلزم زاد كيف كيف المنشور هذا يلزم كارو توسع ويطبق على جميع بيعة التفصيل بما فيهم الريستوران والوتلة وغيرها. اليوم سي لطفي الرقابة موجودة بالقدر الكافي؟ الرقابة يلزم المواطن، والحاجة الأولاني هو معناتها صد الرقابة، كي يلقاها أكثر من 550 ما يجريش. القانون واضح، بكل معناتها يلزم تكون أنت الخط الأمامي للتصدي للمخالفات، وهنا الرقابة كي تلقى مخالفات تتخطي. اما كي نشوفوا نحن العدد نتاع المراقبين والعدد نتاع الاكشاك ونتاع العطارة ونتاع تلقى فرق كبير ياسر اللي ما نجمش يراقب، خاصة كان توا عندنا في كل موسم لازم تلقى موجة نتاع مضاربة ولا موجة، عندنا الخبز، عندنا العديد الاشكاليات، عندنا السولد، عندنا عديد الاشكاليات اللي صراحة الرقابة في تونس انتهكت معناتها تعبت. وبالتالي يلزم المستهلك يكون هو الخط الامامي بالنسبه للرقابه في خاصه في الاسعار وفي الجوده، يلزم يقف يلقى ب 600 دبوزه صغيره ما يشريش، يرفض. هنا يلزم يكون قرار مفصلي.
زاد كيف كيف نحب نعرجوا على مزدي الخدمات الاخرى كيما الوتلة وكيما غيرهم والقهاوي اللي اسوام خياليه نتاع الماء الصافي. ندير المنشور هذا يلزمهم ولا ما يلزمهمش؟ إيه هذا هي السؤال اليوم سي لطفي، اليوم القرار هذا يلزم كما قلنا اصحاب المحلات وما الى ذلك والا لا؟ بالضبط، هنا تو اصحاب باعة التفصيل ملزم ليهم ونعرفوه، لكن في القهاوي وفي الوتله وغيرها فهمتي، خاصة راهو توصل الدبوزه ما ب 2000 فرانك واكثر، في الوتيل توصل ب 4000، هنا إلزامية القرار هذا على تطبيقه من طرف جميع باعة التفصيل، خاطر يسمى باع تفصيل، لوتيل والا ريستوران ولا حاجة يبيع بالتفصيل، وبالتالي يلزم إدراج المنشور هذا وتطبيقه على جميع المتداخلين. مشكور جدا سي لطفي الريحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك على كل هذه التوضيحات. يبقى الفيصل هو الوعي المواطن في أنه كي يلقى التسعيرة ماهيش ملائمة مع وزارة التجارة يلزمه يعلم، من أجل أنه الناس الكل تلتزم بالقرار هذايا ويتم التخفيض من الأسعار. موصلين معكم حتى الماضي ساعة، نرجع لكم بعد موعد الأخبار مع أمل هني.